السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معاكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن نتائج مباراتي اليوم. اليوم كان في عندنا مباراتين قويتين جدا في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة. هنتكلم عن نتائج المباريات، بعد كده نتعرف على الفرق المتأهلة لنصف النهائي، ونشوف مواعيد بكرة بإذن الله تعالى، مواعيد مباريات بكرة بالنسبة للمباراتين الباقيين في ربع النهائي، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 29/6/2021، منتخب مصر قدر يهزم منتخب طاجيكستان 3-0، فوز كبير جدا بيأهل مصر للوصول لنصف النهائي. ومنتخب المغرب تعادل أمام منتخب الجزائر 1-1، تعادل 1-1، وانتهت المباراة بفوز الجزائر على المغرب بركلات الترجيح 4-3. أحرز أهداف مصر الثلاثة: أحمد شريف في الدقيقة 29، وأحمد حواش في الدقيقة 37، ويوسف محمد في الدقيقة 48. هدف المغرب من ضربة جزاء لمحمد رديد في الدقيقة 29، وهدف الجزائر لسامي ماهور في الدقيقة 93. سبحان الله، الجزائر كانت تاني مجموعتها والمغرب كانت أول المجموعة، والجزائر هي اللي فازت في رجلة الترجيح. هارد لك لمنتخب المغرب، ويتعوض البطولة القادمة بإذن الله تعالى. بكرة بإذن الله تعالى عندنا مباراتين، المباراتين الباقيين مباراة السنغال أمام السعودية ومباراة تونس أمام جزر القمر. السنغال والسعودية في مواقع بتقول إن هي الساعة 4 العصر أو مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية، والموقع ده بيقول انها 5 مساء بتوقيت مصر و6 مساء بتوقيت السعوديه. اما تونس امام جزر القمر، المواقع بتقول الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، اللي هي 6 مساء بتوقيت تونس، والساعه 8 مساء بتوقيت جزر القمر. الموقع ده بيقول انها 8 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت تونس و9 مساء بتوقيت جزر القمر. قلت لك التوقيتين، وفي الغالب التوقيت ده هو اللي صح اللي في الفيديو ده، يعني لسبب بسيط، لان المباراتين دول كان نفس اللخبطه اللي كانت في المباراتين التانيين، كان نفس هنا، وفي الاخر انتهت الحكايه ان احنا عملنا المباريات في نفس التوقيت اللي هنا بالظبط. طيب خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين باذن الله تعالى. كده معانا مصر والجزائر في نصف النهائي باذن الله تعالى. بالنسبه لنصف النهائي، مصر هتلاعب الفائز من المباراه رقم 27، يعني الفائز من السنغال امام السعوديه، والجزائر هتلاعب طبعا الفائز من تونس امام جزر القمر. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين اللاعب محمد رديد، لاعب منتخب المغرب ب6 اهداف. في المركز الثاني محمود عادل لاعب جزر القمر ب4 اهداف، ويتساوى معه سليمان فاي لاعب السنغال، ويوسف محمد لاعب مصر، وعمر صادق لاعب المغرب. وفي المركز الثالث بهدفين مشاري فهد لاعب السعوديه، وعزيز عبيد لاعب تونس، وعبد الرزاق قاسم لاعب العراق، وعبد الفتاح جايده لاعب طاجستان، وعبد القادر ايوب لاعب العراق، وايضا عبد الله هادي لاعب السعودي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.